دير حمدي فنانة تشكيلية من الهيئة العامة قصور الثقافة، تابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي. تحياتي. احنا النهاردة بنيجي للمعرض علشان نعلم الأطفال ازاي يرسموا، ازاي يلونوا. دايما الطفل بيجي مش عارف يلون ازاي، بياخد كذا اتجاه. لا، احنا نعلمه الألوان الصح اللي يستفادوا. لا، كل ده مجاني، مدعمة من الهيئة العامة قصور الثقافة، من قصر ثقافة الطفل من جاردن سيتي. بتعلموهم ايه؟ انا شايفه في قصر لازم تعلميهم ايه كده، بتعتني الالوان اللي بتستخدميها. احنا بنستخدم الوان الاويل باستل، ودي معظم الاطفال ما يعرفوهاش، ودايما بيجوا يسالوني بتتباع فين ويعني ايه. اقول لهم لا، الالوان دي جميله جدا، بنخش مندخل فيها الوان، دمج الالوان في بعضها. بنعلمهم كمان طريقه التلوين بطريقتها. دي الوان اويل باستل، ودي الوان فلوماستر، والواح من الكالسون، والقص واللزق. احنا كل يوم بنشترك في المعرض بعروض مختلفه، يعني النهارده قص، النهارده رسم وتلوين، بكره قص ولزق، ماسكات، اعمال مختلفه. ومعايا واحدة الزملاء برضو. قولي، هي دي أول مرة تشاركي في المعرض بالفعاليات دي؟ لا لا، احنا كل سنة بنشترك وبيبقى دعم من الهيئة. اسمك ايه؟ بسم الله طارق. عندي 13. قولي لي، جيتي عملتي ايه النهاردة في المكتب؟ رسمت تبع هنا برضو، واشتريت بازل، وتعلمت الكروشيه، وعملت يعني قلم بالسلوك دي. وطبعا المعرض السنه دي تحفه، يعني انا احلى من السنين اللي فاتت. وانا طبعا يعني جيت الاسبوع ده كله ما وقفتش، وهاجي تاني لان المعرض بصراحه تحفه، فتجربتي معاك كانت حلوه جدا. حمزه. عندك كام سنه؟ اسمك ايه؟ حمزه. عندك كام سنه؟ 6 سنين. قولي جيت النهارده عملت ايه؟ لعبت السلم والتعبان، ولسه هلون، انا مش عارف. انا شايفاهم عاملين لك حاجه على ايدك، ورينا ايدك كده. ايه ده؟ ايه الحلو ده؟ ورده. ده انت اتعلمت تعمله ازاي؟ ايه؟ هم اللي اتعلمت انت اللي عامله؟ لا، طنط هي اللي عاملاهولي. طب قولي، دي اول مره تيجي ولا تاني مره ولا تالت مره؟ انا اول امبارح جيت. يعني دي تاني مره ليك؟ مبسوط؟ مبسوط قوي. عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. قولي لي، عملت ايه النهارده في الفعاليه بتاعت جناح الطفل؟ انا اشتريت قصص وبازل وحاجات كتيره قوي، وانا قريت القصص. اول مره تيجي المعرض؟ لا، دي تاني مره. تاني مره. ورايك في ايه؟ مبسوطه ولا لا؟ انا فرحانه قوي. قولي لي ايه لاصحابك بقى اللي لسه ما جوش؟ تعالوا لمعرض الكتاب، حلوه قوي. انت اسمك ايه؟ لينا محمد السيد. عندك كام سنه؟ ايه؟ 5. قولي لي، عملت ايه النهارده؟ اتبسطت واشتريت قصص كتيره وبازل وقراتهم كلهم، وهقول لكل الناس يجوا المعرض الكتاب. عندي 8 سنين. اول مره تيجي المعرض؟ طب عملت ايه النهارده لما جيتي؟ اشتريت قصص واشتريت بازل ولعبت بيهم. هنا. عندك كام سنه؟ 9. 9. قولي لي بقى يا هنا، ايه رايك في المعرض السنه دي؟ جميل قوي. عملتي ايه؟ جيتي عملتي ايه في المعرض؟ عملت غويشه وخاتم وغويشه تانيه، وجت والمره اللي فاتت رسمت على وشي وعملت وجبت قصص وكده. يعني دي اول مره ليكي ولا جيتي بعد كده؟ لا، دي تاني مره. تاني مره. انت حبيتي المكان قوي فحابه كل يوم تيجي. ماشي. تقولي ايه بقى للاطفال اللي في سنك؟ ان هم يجوا وهيبصوا قوي.